وهذا أيضا مكان قصف طائرات الميك صباح هذا اليوم على قرية سرجي 17/1/2012. شو صار عندكم يا أخي؟ جيش النظام يقوم بقصف دور منازل المدنيين واستهدافهم. هذا فعل الأندال. شو الإصابات؟ شو عدد الجرحى؟ القتلى؟ جرحى وشهداء لا لم يحصل ثلاثة أو أربعة أو خمس شهداء وجرحى أعداد كبيرة من وأكثر وأطفال. لا يوجد رجال بينهم، كلها نساء وأطفال. هذا المنزل هل يوجد فيه إصابات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. انتشلنا جثتين من تحت هذه الأنقاض هنا. حسبنا الله ونعم الوكيل.